من فترة كنا عملنا حلقة عن الأبعاد وعن البعد الجديد اللي بتستعد الأرض وبتتهيئ إنها تدخله، ومن فترة أكبر ممكن سنتين أو ثلاثة كنا اتكلمنا عن العام 2025 عام الفصل، وقلنا إن كل حاجة على الأرض بتستعد وبتجهز لهذا العام لأنه هيكون هو فعلا مرحلة الفصل في الزمن. وهتفهموا ده لما تدخلوا عام 2024 وهتشوفوا اللي الأحداث اللي بتحصل. لكن دي مش معناها انك تخاف او ان في حاجة تخوف. عارف لما تيجي تفتكر ايام كورونا والناس محبوسة في بيوتها، او تفتكر الحروب اللي بتحصل دلوقتي والمشاكل، وتفتكر كل الحاجات دي، تخيل كده وافتكرها كأنها حصلت في الماضي وحد بيحكي لنا عليها. يعني تخيل انها حصلت في الماضي واحنا ما حضرناش، وحد بيحكي لنا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. انت هتفضل تستغرب وتقول الناس عاشت ازاي، الناس قدرت تكمل ازاي. الفكرة يا صديقي ان الناس بتتهيأ كما تتهيأ الارض، والناس بتتعايش مع الموضوع، بيصبح حاجة روتينية طبيعية جدا. طيب الفترة دي من نص 8 لحد اخر السنة في حاجة طاقة كده شغالة بتفلتر حاجات كتير، هشرحها لك وهقول لك تعمل ايه وتستفيد منها ازاي. اهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات النظام الطاقي على اليوتيوب، معك سواح. لو انت بتسمعني لاول مرة سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس علشان تضمن ان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره. بدأت من ايام بسيطة ومستمرة لحد اخر السنة. عارف فكرة الفلترة، انك انت تفلتر البهدلة اللي في مكتبك، اللي في بيتك، اللي في حياتك، اللي في عقلك، كل محتوياتك، بتقعد تفلتر فيها وتشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة وتنظف الحاجات دي وتأهل الحاجات دي وتهيئها. ده اللي بادئ يحصل دلوقتي على الأرض. جميع الموجات الطولية اللي نازلة نازلة الفلترة، كل حاجة هيتم فلترتها. طيب هتستمر على الحالة دي لحد دخول 2025، وقتها نشوف الطاقات هتكون ايه، لانه زي ما قلت هو عام فصل. 2025 عام فصل، اللي ما يستغلش الفترات دي ندمه هيكون للأسف شديد. طيب انا دلوقتي في الطاقات اللي بتحصل، انا المفروض ان انا اكون مرن معاها. زي قبل كده ما كنا اتكلمنا فكرة الابعاد وقلنا ان الارض ما بتستحضر او بتتأهل انها تدخل بعد جديد، المفروض انا كمان اكون بأسارع في دخول هذا البعد. طيب في نفس الامر ده، في نفس الفترة دي اللي احنا فيها وفترة الفلترة، كل واحد فينا لو عايز تكتسب الطاقات دي وتستفيد منها وتغير في حياتك، ابدأ فلترة. فلترة للناس اصحابك، فلترة، فلتر مين اللي عايزه يكمل معاك ومين اللي لازم يبعد، فلترة لبيتك، فلترة لحياتك، فلترة لمعلوماتك، فلترة لعاداتك ومكتسباتك، فلترة لشخصيتك، فلترة لملابسك. وده لازم في الفترة دي، لازم في الفترة دي، صدقني لو ما عملتش ده دلوقتي هتندم ندم شديد جدا، لانه هيبقى فترة الفترة الزمنية اللي فيها الفصل 2025 انت ما داخل بقالك من المدة اللي هي نص 8 لحد العام الجديد، وداخل من غير ما تفلتر، الوضع بتاعك اللي هتكون فيه هو المستمر معك بقى للنهاية. وافتكر الكلمة دي، الوضع اللي هتكون فيه هو المستمر معك للنهاية، لنهاية حياتك. ففلتر، فلتر حتى ملابسك، شوف الملابس اللي انت عايز تخليها والملابس اللي انت مش عايزها وهتخرجها او تتخلص منها. شوف معلوماتك وفلتر في معلوماتك، شوف عاداتك ومكتسباتك، وشوف طاقتك وفلتر طاقتك، شوف وعيك وفلتره من كل الشوائب وكل الحاجات المغلوطة وكل الحاجات المعتقدات السلبية وكل الأمور دي، فلترها بالكامل. فلتر، فلتر أصحابك، شوف مين الصديق اللي ممكن وجوده جنبك بيضايقك أو بيعملك مشاكل أو بيأثر عليك، شوف الحاقدين اللي في حياتك وطلعهم، شوف الناس اللي مش حبالك الخير وطلعهم برا حياتك. فلتر كل حاجة، اعمل كأنك بتعمل سفينة نوح اللي كنا اتكلمنا عنها من سنتين، وحدد فيها بس الحاجات اللي انت عايزها تبقى موجودة معك. عايز تخيل ان حياتك دي زي سفينة نوح، هتاخد منها ده وده وده وده، هتاخد منها دول من الاهل ودول من الاصحاب ودول من الناس المحيطين ودي من المعلومات ودي من المعتقدات ودي من العادات وشخصيتك. فلتر، فلتر علشان تبقى على الصورة الاقرب للي انت عايز تبقى عليه. يعني حاول من الفترة دي لحد آخر العام طول الوقت تكون شايف نفسك أقرب للصورة اللي انت عايز تشوف نفسك فيها، من حيث شكلك، من حيث معلوماتك، من حيث طريقتك، من حيث أسلوبك، من حيث شخصيتك، من حيث حياتك كلها. خليك الأقرب للصورة اللي انت عايزها علشان تبقى ضامن انه في مرحلة الفصل
اللي بتحمل رقم 9 اللي هي 2025، تكون انت ضامن انك تكون داخل يعني دايرة التطور، داخل دايرة انطلاق، مش تكون داخل دايرة تكرار وتكرار سيء. فلتر حتى انك انت تكون لسه بتنظر للامور بنفس النظرة للامور اللي بتحصل حواليك وبتحدث حواليك. فلتر وعيش لنفسك، فلتر وعيش للي مسؤولين منك، فلتر ووقف على رجلك. ما تسيبش النهاردة يعدي وبكرة هبقى أعمل، وبكرة برضو يعدي وهبقى أعمل بعد، وهكذا، وتفضل كده، لأنك وقوعك هيكون وقوع لناس كتير حواليك وفي دايرتك، وقوعك مش هيكون سهل يا صديقي. واللي هيحصل زي ما قلت في العام عام الفصل 2025، لأنه بيحمل طاقة رقم 9، وده هيكون فيها شغلانة كبيرة جدا جدا جدا، اللي هيحصل فيه صدقني لو انت داخل متبهدل زي ما انت، وطبعا اقصد بمتبهدل هنا يعني ما فلترتش حياتك فيها، محيطك فيه ناس مش كويسة، حياتك فيها حاجات مش كويسة، طباعك فيها عادات مش كويسة، شخصيتك فيها نقاط مش كويسة، يبقى انت بتضيع نفسك بالظبط. تاني حاجة لازم تنظر للامور بشكل مختلف. الارض نفسها زي ما قلت لك هي دلوقتي هتفلتر، هتفلتر كل حاجة عليها، فهتشوف حاجات ليها العجب، لكن هتعدي علينا مفيش مشكلة، هتعدي علينا لأننا خلاص بقينا متعايشين مع الموضوع اللي بيحصل حوالينا في كل نقاط الأرض. محدش يتخيل، لو ركز على كل نقطة لوحدها محدش يتخيل إن ده يحصل، وبيحصل عادي، وبنلاقي مبررات إن إحنا نقبل، وبيحصل عادي وبنلاقي طرق نتعايش بيها عشان برضو نقبل. فعلى الأقل ركز مع نفسك، على الأقل ركز في دايرتك، فلتر كل حاجة. خليني أقول لك، أسألك سؤال، موبايلك نفسه ممكن يبقى فيه عليه 1000 رقم، 2000 رقم، 3 رقم، على حسب، فيه 500 رقم، 100 رقم، في أي عدد، مين من الأرقام دي لسه ده رقمه؟ يعني مين من أنت مسجله عندك هو ده لسه فعلا رقمه؟ ممكن تلاقي أرقام من 10 سنين مثلا ما بتستخدمهاش. ما تفلتر، فلتر وشوف هيفرق معاك في حياتك قد ايه. ممكن تكون عندك حاجات في مكتبك ولا في بيتك ولا ما بتستخدمهاش ليك سنين وملهاش عازه عندك في حياتك، وبرضه سايبها. ما تفلترها وشوف، شوف شوف انت ما تعمل ده وتنفذ نفس اللي بتعمله الارض في الفتره دي، كانك بتتماشى معاها وبتتعايش معاها، كانك جزء منها، لانك اصلا جزء منها. شوف اللي هيحصل معاك ايه. عارف فكره التروس؟ لما ترس يكون متوصل بترس، فطول ما هو بيضر معاه فهو في امان وبيزيد يعني حياته فيها حيويه ويسر وشغاله. نفس الامر ترس الارض الكبير هو بيدور دلوقتي في الفلتره، انت كترس صغير موجود على الارض المفروض تشبك معاه، تفلتر انت كمان، تكتسب نفس الطاقه. ولذلك يمكن اكتر حاجه بهتم بيها هي فكره الموجات الطوليه اللي بتتغير من فتره للتانيه، عشان ابقى على نفس اللاين، نفس الخط بتاعها. انت تخيل نفسك الان كانه في ترس كبير بيدور، انت عشان حياتك يبقى فيها يسر وفتح وانطلاق ومريحه وتبقى الامور ماشيه كويس، لازم انت كمان تدور في نفس المسار ده، تمشي في نفس المسار الطاقي، تدور في نفس الخط بتاع الارض. فابدا الان فلتر، فلتر كل حاجه في حياتك، فلتر الناس اللي بتتكلم معاهم، الناس اللي بتعرفهم، فلتر حتى كل عاده ممكن تكون اكتسبتها على مدار سنين حياتك. ده اللي مطلوب منك تعمله من الان حتى اخر العام. ونصيحه، فلتر حتى معلوماتك. لو شايف ان انت بتاخد مني انا نفسي هنا معلومه غلط، فلترها، فلترها، لانها تاثر فيك تاثير كبير. لو سبت نفسك عامل زي السوق الشعبي كله عمال يرمي فيه يرمي فيه يرمي فيه، انا بلاقي ناس يعني بتجيب معلومات غريبه وعجيبه وعجيبه. فلو انت عامل زي السوق الشعبي كله عمال يرمي فيه البضائع الرخيصه، المعلومات الرخيصه، خلينا نقول كده، ما تلومش الا نفسك. ففلتر كل ده، فلتر حتى ممكن معتقدات وعادات اكتسبتها من مجتمعك، ربوك على الوضع ده، اهلك ربوك على الطريقه دي، فلتر الحاجات دي. هي دي فرصتك الفتره دي انك تفلتر كل ده، والا ستندم. مش هطول عليك يا صديقي، نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمه الله.